بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حابب أفكر معاكم في حاجة، إنه أب مسافر لمدة طويلة جاب ولاده قعدهم حواليه علشان يقول لهم وصية. تفتكروا ممكن يقول لهم إيه؟ تفكر كده مع بعض شوية. ده اللي حصل مع قديس موسى النبي في سفر التثنية. موسى النبي في سفر التثنية في عدد 6 إصحاح 31 بيقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. قديس موسى أو موسى النبي في الإصحاح ده في الوقت ده في السفر ده كان خلاص في آخر الأيام. كان بني إسرائيل على دخول أرض كنعان، موسى مش هيدخل معاهم الأرض، وبيسلم قيادة الشعب وبيسلم الشعب كله ليشوع ابن نون. الشعب حالته النفسية مش كويسة، انه حاسس انه موسى هيمشي. موسى اللي قعد معاهم 40 سنة في البرية بيقودهم من انتصار لانتصار، من عبور البحر الأحمر لإشباعهم الجسدي بكل الصور، بالمن والسلوى، بالصخرة اللي أخرج منها الماء. كل صور الإشباع اللي قدمها لهم موسى بتروح في لحظة، لكن قديس موسى النبي أو موسى النبي بيرجع كل حاجة تاني لمين؟ ليد الله. فيرجع يقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا لا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. مين اللي سائر؟ هو الله، هو اللي سائر معك، هو اللي ماشي معاك في كل لحظة وفي كل خطوة من خطوات حياتك. لا تخافوا وجوههم. وجوههم هنا الكلمة في المطلق، مش شعب معين، مش مشكلة معينة، مش ضيقة معينة، لكن حاجات متعددة ومشاكل متعددة ممكن تواجهك، ممكن تواجهني، لكن تشدد وتشجع وتقوى. ليه؟ لأن الرب إلهك سائر معك. ياريت دايما نفكر أنه الله هو مصدر القوة، الله هو الذي يسير معي في كل حين، هو اللي بيقودني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيديني القوة والشدة والنصرة، مش أي حد تاني. معك لا أريد شيئا على الأرض. ربنا هو اللي بيدي، هو اللي بيعطي ولا يعاير. يمكن في الإصحاح اللي قبله كان بيتكلم موسى عن الوصايا الختامية وبيقول إنه قد جعلت أمامك اليوم الحياة والموت، فاختار الحياة لتحيا. إذا كان الله هو بيسير معايا، هو اللي بيقويني، فكمان بيديني وصيته اللي هي مصدر الحياة. ربنا يدينا نعمة إن احنا ما نخافش، نحس دايما إنه هو سائر معانا، ما بيهملناش ولا يتركنا. حابة بس كل واحد فينا يفكر كده النهاردة الصبح قبل ما يبدأ يومه، كام مرة عدى علينا مواقف في حياتنا ومحدش وقف معانا غير الله؟ كام مرة ربنا ما أهملناش؟ كام مرة ربنا مدلنا إيده ولا يتركنا؟ نفكر دايما أو نفكر النهاردة الصبح بس في الوقت ده، إنه كام مرة يا رب أنت ما أهملتنيش وما تركتنيش. إذا كنت في كل اللي فات ده ما عملتش كده، هتعمل كده في اللي جاي؟ أنا ما أعتقدش أن ربنا هيعمل كده. ربنا يدينا نعمة، يدينا قوة أن احنا نفتكر دايما أنه الله لا يتركك ولا يهملك، لكن كل اللي احنا نقدمه شوية ثقة وشوية إيمان في إيد ربنا اللي دايما بتسندنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.